بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة الفقه المبسط. العنوان ديال الحلقة ديالنا تتعلق بالنية ديال الوضوء. السؤال إمتى تيستحضر المتوضئ هذه النية؟ إمتى؟ وثم أشنو تينوي هذا المتوضئ؟ جوج ديال الأسئلة بسيطة نجاوبوا عليهم. الأولانية أنه لا عمل كما كان حتى الوضوء، لأن اللي تيميز لنا الوضوء ديال العادة من الوضوء ديال العبادة هو النية. لهذا المتوضي يستحضر النية حتى يبدأ الوضوء، ماشي حتى يضرب النص في الوضوء وتيكون حدا الواد ولا شي حاجة تيقول لك أنا غسلت يدي وداك الشيء دابا نكمل. هذاك الوضوء ما دايش، تيخصو في البداية ديال الوضوء. وحتى الى ما استحضرش النية وهو تيغسل يديه في البداية، وما استحضرش وهو تيدير المضمضة، وما استحضرش هو تيدير الاستنشاق، واجب باش غادي يستحضر عند الوجه. علاش؟ لأنه هو أول فرضين من الفرائض ديال الوضوء هو الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذاك الشيء اللي قبل من الوجه تتعتبر سنة. لهذا النية تخصني نديرها في الأول من اللي غادي نكون غاسل يديا. إذا مشيت نسيتها في اليدين، معناها غسل الكفين، ونسيتها في المضمضة، ونسيتها في الاستنشاق، وتذكرتها حتى الوجه، جائز. إذا داز الوجه عاد ذكرت النية لا يعتبر ويلغى ذلك الوضوء. فلهذا بالنسبة النية ديال الوضوء تتكون في الأول ديال الوضوء. وحنا بينا الأول ديالها كاع، ثم بينا إمتى يمكن ويجوز عند بداية أول فرض. هذا البداية أشنو غادي إمتى غادي يبدأ؟ أش غادي يستحضر؟ حيث غادي يبغي يتوضأ، أش غادي يستحضر؟ أشنو؟ لاش أنا تنتوضأ؟ فهذا النية تكون محلها ديال القلب، ماشي غادي يقول أنا تنوي بين غنتوضأ، لا، النية محلها القلب ولا يطلع عليها إلا الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لنا في الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فشحال من واحد راه داخل الجامع ولكن مع الاخر، واحد راه مقبول منه واحد راه غير مقبول منه، لانه هذاك عنده النيه مخلصه فيها لله عز وجل والاخر عنده فيها الرياء. فلهذا على حساب النيه، والفعل كله كيف كيف، ربما هذاك الفعل ديالو تيكون اتقن من الاخر، ولكن هذاك اللي قل منه في الفعل المتقن مقبول والاخر ما مقبولش. علاش؟ لان النيه مختلفه. فلهذا انا اشنو بغيت نوي المحل ديال النيه اولا فين هو؟ القلب، بلا ما نقول بالفم ديالي. اشنو غادي نوي؟ غادي نوي واحد من ثلاثه، غير واحد من ثلاثه يعقل عليها هذاك الرجل الكبير والمراه الكبيره وذاك الانسان الامي، يعقلوا على وحده بلا ما يكثر. هو ده وحده من هادو. اما تنوي بالوضوء ديالو رفع الحدث الاصغر، انا تنتوضى باش نحيد الحدث لان عليا انا قاصر الوضوء، انا هرس داك الوضوء، هرسه اما بالريح واما هرسه بخروج سميتو الغائط، معناه هنا هرس هذا الوضوء. اشنو خصني ندير دابا؟ خصني دابا نحيد هذا الحدث، هذا تسمى الحدث، الحدث الاصغر تنحيدو. فباش نحيدو بالوضوء انا تنوي نرفع الحدث. ها واحد، الى فهمتي هذه ايها المؤمن وانت ايتها المؤمنه عقل عليها. جاتك هذه صعيبة وما استحضرتيهاش، أجي دير الثانية، استباحة ما منعه الحدث. أنا ممنوع هكا المصحف هذا حطوا لي، لا أنا ما موضيش. أجي نصلي واحد جوج ركعات ديال النافلة، أنا ما موضيش. بمعنى أن كاين حوايج تتمنعك باش غادي تقوم بها لأنك ما موضيش. فلهذا أنت حتى تتوضى أش غادي تولي؟ غادي يولي مباح ليك داك الشيء اللي كان منع عليك الحدث. هذه تتنويها، هذه حتى هي ما قديتيش تصعبها، غادي نشوفو سهله كاع. لا تتوضا تنأدي الفرض ديال الوضوء. شنو هي النيه؟ انا تنأدي الفرض، الوضوء فرض، اياه انا تنأدي هذا الفرض هذا، صافي هذه نيه. فوحده من هذو الثلاثه، والسلام عليكم ورحمه الله.